السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم معانا من جديد في كورس CMA بارت 1. مستمرين إن شاء الله لسه في محاضرات حل الأسئلة، وتحديدا في أول يونت من بارت البرفورمانس أو الفاريانس زي ما بنحب نسميه. وصلنا فيها لسب يونت 7 كومبريهنسيف اكزامبل. موضوع الكومبريهنسيف اكزامبل هو مش موضوع معين هتدرسه او هتحل عليه اسئله، هو جاست بس هيجمع لك امثله على كل حاجه اخدناها في الفاريانس بحيث يبقى الموضوع كومبريهنسيف او شامل. يعني هنشوف اسئله على الدايركت ماتيريال فاريانس، على الدايركت ليبر فاريانس، على الفاريبل اوفر هيد، وكمان على الايه الفيكسد اوفر هيد. فده الهدف من الاسئله دي. هيكون السؤال كبير، مش عايز اقول لك السؤال كبير، ولكن هقول لك الجيفنز كتيره بحيث ان انا اقدر اسال عليها في الماتيريال الليبر والاوفر هيد. اتفقنا؟ ركز معايا كويس في السب يونت دي تحديدا، لان هي هتبين لك كويس قوي هل انت خلاص اللي فات ده كله بالنسبه لك تمام ولا محتاج ترجع له تاني. اتفقنا؟ يلا بينا نتوكل على الله ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدا نشوف، ادي عندنا اهي سب يونت 7 كومبريهنسيف اكزامبل، مديني اول سؤال وادي الفاكت باترن. بيقول لك اردمور انتربرايز، ده اسم الشركه، use standard code system in its small appliance division. عندها division للابلينس او الاجهزه المنزليه او الاجهزه الكهربائيه، شغاله بنظام الستاندرد كوست سيستم. The standard cost of manufacturing one unit of ZIP is as follows. ZIP ده اسم المنتج اللي هي بتنتجه، وهيبدا يدي لك الايه الستاندرد كوست لانتاج يونت واحده. محتاج لها دايركت ماتيريال 60 باوند، 60 رطل من الماتيريال، الرطل الواحد بواحد ونص بير باوند، ولو ضربت 60 في واحد ونص هتلاقيها مديالك التوتال 90. بعد كده عندك دايركت ليبر 3 اورز لليونت الواحده في بريت $12 بير اور، يعني $36 دايركت ليبر. الاوفر هيد ومحددلكش فاريبل او فيكس، يبقى كده بيتكلم على الاثنين مع بعض، عباره عن 3 ساعات ات $8 بير اور. خلي بالك الثلاث ساعات دول هم الثلاث ساعات دول، فده معناه ان هو بيستخدم الالوكيشن بيز هنا هي الدايركت ليبر اور، والريت بتاعه هيكون $8 بير اور، يبقى بتوتال 24، وكده تبقى اليونت الواحده كلفته ستاندرد كوست $150. ماشي. هنا بقى بيقول لك ذا بادجتد فاريبل اوفر هيد ريت از $3 بير دايركت ليبر اور. الله، امال ده ايه؟ لا ده كان توتال الاوفر هيد كله، هنا بقى بيتكلم عن الجزء الفاريبل منه وهو $3 بير ليبر اور. اند ذا بادجتد فيكسد اوفر هيد $27,000 بير مانث. طبعا انتوا عارفين ان الجزء الفيكسد بيجي دايما كرقم توتال. During May، خلال شهر ماي، شركة أردمور بريديوز 1650 يونت اوف زيب كومبيرد ويز انوال ويز نورمال كاباستي اوف 1800 يونت. يعني هو عايز يقول لك ان الكاباستي بتاعته عبارة عن 1800 يونت، هو انتج منها 1650 فعليا، وطبعا الكاباستي دي هي اللي اتحسب عليها الريت بتاع الاوفر هيد واتحسب عليها التوتال فيكسد اوفر هيد. ماشي. The actual cost per unit was as follows. تعالى بقى نشوف ايه اللي حصل actually. دايركت ماتيريال بيرشيزد اند يوزد، يعني هو اشترى الماتيريال دي واستعملها فعلا في الانتاج. اشترى 58 باوند بكام؟ ب 1.65 بير باوند. طبعا انت متخيل هنا ان ده كده خلاص ده الاكتوال برايس، اما الواحد ونص دي كانت الستاندرد برايس. بتوتال 95.70 بير يونت بدل 90. ماشي. بعد كده عندك دايركت ليبر 3.1 اورز ات $12 بير اور. فمن الواضح ان الريت بتاع الليبر الاكتوال زي الستاندرد، اهو هنا 12 وهنا 12 ومفيش تغيير، ولكن الكوانتيتي بتاعت الليبر او الافشنسي بتاعت الليبر هي اللي مش كويسه، لان بدل ما يشتغل 3 ساعات ليبر اشتغل 3.1. الاوفر هيد طلع توتال اكتوال 39930، ها بكام؟ بواحد ولل 1650 يونت، يبقى 1650 يونت استهلكوا مننا 39930 اوفر هيد. ماشي. وادي التوتال بير يونت كوست طبعا 157، وكانت المفروض تبقى 150. السؤال الاول عايز التوتال دايركت ماتيريال كوانتيتي فاريانس، عايز الايه؟ الماتيريال كوانتيتي فاريانس. كويس قوي، تعال بينا كده نفتكر ايه هو القانون بتاع الكوانتيتي فاريانس بتاع الماتيريال. القانون كان عباره عن ايه؟ كان بيقول لك ستاندرد برايس في الفرق ما بين الاكتوال كوانتيتي ناقص الايه الستاندرد كوانتيتي، فده كده الايه الكوانتيتي فاريانس بتاع الماتيريال. الستاندرد برايس عندنا 12 $1.5 بير باوند. كويس قوي. طيب يبقى اذا الستاندرد برايس عندي هو 1.5. طيب هات لي بقى ايه بالمره الاكتوال كوانتيتي، وهات لي كمان الايه الستاندرد كوانتيتي. تعال بينا نشوف الراجل ده فعليا انتج كام يونت. ما انا فليكسبل بادجت بقى، هقول لك انت معاك 1650 يونت انتجتهم، بس بشرط اليونت الواحده كانت المفروض تاخد منك 60 باوند، صح كده؟
ولكن فعليا اللي حصل ان اليونت اخذت ايه 58 باوند. تعال بينا بقى نشوف. لو جيت قلت لك الاكشوال كوانتيتي هقول لك عباره عن ايه 1650 اللي تم انتاجهم فعلي في اللي تم استعمله فعليا اللي هي كام 58 باوند اهي. تعال كده نشوف تطلع كام 95700. انا اخدت ايه دلوقتي ال 58 باوند اللي راحوا للماتيريال في ال 1650 يونت. كلام جميل. طيب بعد كده خليني اشوف ايه الستاندرد كوانتيتي. الستاندرد كوانتيتي شفت ال 1650 يونت اللي انتجتهم كان بشرط تنتجهم ب 60 دولار بير باوند زي ما هو موجود عندك هنا في الستاندرد. طيب يبقى اذا الستاندرد كوانتيتي كام 99000. بس احنا كده خلصنا. حضرتك بقى هتجيب الفرق ما بينهم يطلع كام 3300. تضرب ال 3300 ديت في الستاندرد ريت 1.5 عشان تحولها الى دولار اماونت تطلع 4950. يا ترى فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده شايف الاكتوال اقل من الستاندرد يبقى حضرتك هنا ايه فيفربل اهو. يبقى الاجابه 4950 فيفربل اللي هي اجابه رقم سي اهي. شفت الموضوع بسيط ازاي؟ نروح للسؤال اللي بعده. نفس الجيفن برضو عايز ايه؟ عايز الدايركت ماتيريال برايس فاريانس. طيب يلا بينا. معادله البرايس فاريانس بتاعت الماتيريال كانت بتقول ايه؟ بتقول اكتوال كوانتيتي صح كده؟ في الفرق ما بين الايه؟ الاكتوال برايس ناقص الايه؟ الستاندرد برايس. حلو قوي. ماشي. يلا بينا. اكتوال كوانتيتي كام يا شباب؟ فين الاكتوال كوانتيتي هنا؟ الاكتوال كوانتيتي احنا لسه مطلعينها اهي 95700. يعني اقدر اقول لك كام؟ 95700 في الاكتوال برايس كام؟ فين الاكتوال برايس؟ واحد الاكتوال برايس 1.65 والستاندرد برايس 1.5. يبقى هتقول في 1.65 ناقص 1.5. بس انت كده خلصت. احسبها كده. يلا بينا. هتبدا تقول 1.65 ناقص 1.5 وتضرب الفرق ده في الاكتوال كوانتيتي اللي هي 95700 اهي يطلع لك الفاريانس 14355. طيب يا ترى هو فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده الاكتوال برايس اعلى او اقل. تعال نشوف الاكتوال برايس هنا 1.65 طيب والستاندرد 1.5. ايه ده؟ يبقى الاكتوال اعلى يبقى انت ان فيفربل. يبقى انت 14355 ايه؟ ان فيفربل. فين الاجابه دي كده؟ اهي تطلع 14355 ان فيفربل اجابه رقم ايه. نشوف السؤال اللي بعده. نفس الجيفنز برضو ونفس الفاكت باترن اهي. المره دي عايز الايه؟ الدايركت ليبر ريت فاريانس. تعال بينا نشوف المعادله بتاعت الدايركت ليبر ريت فاريانس هي برضو اكتوال اور صح كده اهو في الفرق ما بين ايه الاكتوال ريت ناقص الايه الستاندرد ريت. كلام جميل. طيب فين هنا الاكتوال ريت والستاندرد ريت؟ ادي هنا الستاندرد ريت 12 دولار والاكتوال 12 دولار. ايه ده؟ يعني الريت ما فيهوش فاريانس. ايوه هنا الاكتوال الستاندرد 12 دولار والاكتوال ريت برضو 12 دولار يبقى اكيد الاجابه هتكون زيرو. ليه؟ لان 12 ناقص 12 بصفر تضربها بقى في الاكتوال اور هيطلع صفر برضو. يبقى اذا الاجابه هنا ايه؟ زيرو. ليه زيرو؟ لان هنا الريت الاكتوال زي الريت الستاندرد. يبقى الاجابه اجابه رقم بي زيرو. نشوف السؤال اللي بعده. نفس الجيفن برضو عايز ايه المره دي؟ فليكسبل بادجت اوفر هيد فاريانس وما حددش فاريبل ولا فيكسد. قال لك انا عايز الايه؟ كل الايه؟ الفليكسبل بادجت فاريانس الخاص بالاوفر هيد. تعال بينا كده واحده واحده نبدا نشوف. اول حاجه كده انا عايز الفيكسد اوفر هيد البادجت اهو 27000. طيب وعايز الفاريبل اوفر هيد البادجت هطلعه دلوقتي واعمل ابلاي وبعد ما اجيب الاثنين بادجت مع بعض اقارنهم مع الايه؟ مع الاكتوال اللي اتصرف اللي هو ده. بس كده شفت الموضوع بسيط ازاي؟ تعالى بينا يلا قول لي كده الايه؟ البادجتد او الابلايد اوفر هيد. الابلايد اوفر هيد ببساطه تعالى كده الابلاي. حضرتك انتجت كام يونت؟ 1650 صح كده؟ بس بشرط اليونت تاخد كام ساعه؟ 3 ساعات. والريت يكون كام؟ 8 دولار صح كده؟ يبقى انت المفروض هتقول 3 اور صح؟ بس خلي بالك انت كده ما ينفعش تابلاي على 8 لان ال 8 دي بتاعت الاوفر هيد كله. انت هتابلاي على ال 3 دي بتاعت الفاريبل اوفر هيد. ليه؟ لان انت بتطلع البادجتد فاريبل اوفر هيد دلوقتي. طيب يبقى البادجت فاريبل اوفر هيد هيكون 1650 يونت تم انتاجها فعليا في الستاندرد انبوت الاود فور ايه؟ اكتوال اوتبوت في 3 اورز في الريت بير اور للفاريبل اوفر هيد 3 دولار. بس كده تطلع معاك كام؟ تطلع معاك 14850. طيب ده الكلام ده بالنسبه للايه؟ للفاريبل اوفر هيد. طيب تعال بقى كده اديني الايه؟ الفيكسد اوفر هيد. الفيكسد اوفر هيد ما انا مديهولك 27000 توتال صح كده؟ اهي. طيب يبقى اذا كده التوتال بادجت اوفر هيد
هيكون كام؟ هيكون مجموع الاثنين دول. ابدا بقى اشوف الايه الاكتوال اللي اتصرف، الاكتوال اوفر هيد. الاكتوال اوفر هيد فين؟ اهو 39930، 39930. اجيب الفاريانس، اطرح الاثنين من بعض، يطلع الناتج 1920. يا ترى فيفربول ولا ان فيفربول؟ اديك شايف الاكتوال اقل من البادجت، يبقى انت ايه؟ فيفربول اهو. يبقى النتيجه 1920 فيفربول. فين 1920 فيفربول؟ اهي اجابه رقم دي. واضحه كده؟ طيب نروح نشوف السؤال اللي بعده. ادي هنا بقى فاكت باترنز جديد اهي بقى، تعال نشوف بيقول ايه. ووتر كنترول سيستم، ده اسم الشركه، مانيفاكتشر بتصنع ووتر بامب، مضخات او مواتير ميه، اند يوز الستاندرد كوست سيستم. ذا ستاندرد اوفر هيد كوست بير ووتر بامب ار بيزد اون دايركت ليبر اور اند ار اس فولو. الفاريبل اوفر هيد والفيكسد اوفر هيد عموما بيتحملوا باستخدام الايه؟ الليبر اور. الفاريبل اوفر هيد اليونت الواحده بتاخد 4 ساعات، يبقى الريت بتاع الفاريبل اوفر هيد $8، والفيكسد اوفر هيد اليونت الواحده بتاخد 4 اورز، يبقى اذا في $5 بير اور يبقى $20. وخلي بالك في هنا استرز اهي، او في نجمه معينه، انزل عايز يشوف ايه، هتلاقي بيقول لك بيزد اون كاباسيتي 100,000 دايركت ليبر اور بير مانث. يعني هو كان الفيكسد اوفر هيد ده كان رقم توتال عنده، الرقم التوتال ده سي مثلا ان هو 500,000، ال 500,000 دي قسمها على الكاباسيتي بتاعت 100,000 ليبر اور، طلع نصيب الليبر اور الواحده $5. حلو قوي. The following information is available for the month of November. وريني كده ايه اللي حصل. 22,000 بامب were produced although بالرغم من ان 25,000 had been scheduled for production. يعني احنا كنا عاملين schedule للبرودكشن ان احنا ننتج 25,000، اللي تم انتاجه فعليا 22,000. ايه تاني؟ 94,000 دايركت ليبر اور وير وركد ات توتال كوست 940,000. طبعا انت عندك طاقه انتاجيه تشتغل 100,000 ساعه، اشتغلت 94,000 بس وصرفت 940,000 اكشوال. ايه تاني؟ ذا ستاندرد دايركت ليبر ريت $9 بير اور، الاجر الساعه $9 بير اور. ذا ستاندرد دايركت ليبر تايم بير يونت از 4 اور. طب ما انت ايه اللي هو 4 اور؟ اهو 4 اور، ماشي 4 اور. Variable overhead cost كانت 740,000 actual، والفيكسد overhead cost كانت 540,000 actual. السؤال الأولاني، What is the fixed overhead spending variance for November؟ الـ spending variance هو الفرق ما بين إيه؟ ما بين الـ budget وما بين الـ actual. أدي الـ actual 540، طب ما تجيب لي الـ budget. بص بقى، أنا كنت بقول لك في الـ budget إن أنا كان عندي رقم fixed overhead مش عارفه، الرقم ده قسمته على عدد ال 100,000 ليبر اور، طلع لي الريت $5 بير ايه؟ بير اور. يبقى اذا البادجت اوفر هيد عندي هيكون بالشكل ده، البادجت اهو، البادجت فيكسد اوفر هيد عباره عن ايه؟ عباره عن 100,000 ساعه في $5 للساعه، يبقى هو كان 500,000، فلما قسمت على 100,000 طلع الريت $5 بير اور. ماشي. والاكتوال ادي اللي عندك، الاكتوال اهو هيكون كام انت هنا الاكتوال؟ 540، 540 بس. تطلع الفاريانس ما بينهم يطلع كام؟ يطلع 40,000. فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده الاكتوال اكتر من البادجت، يبقى انت ايه؟ ان فيفربل. يبقى الاجابه الصحيحه 40,000 ان فيفربل. فين 40,000 ان فيفربل؟ اهي اجابه رقم A. واضحه كده؟ تالي موضوع بسيط. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 6، نفس الجيفنز برضو، نفس الفاكت باترن، تعال نشوف بيتكلم عن ايه. الراجل هنا بقى بيقول لك انا عايز الفاريبل اوفر هيد سبيندنج فاريانس فور نوفمبر. طيب الفاريبل اوفر هيد سبيندنج فاريانس فور نوفمبر، تعال بينا نجيب الايه، نكتب المعادله بتاعته ونطلعه. المعادله بتاعت الفاريبل اوفر هيد سبيندنج عباره عن ايه؟ عباره عن اكتوال كوانتيتي اوف الوكيشن بيز مضروبه في الاكتوال ريت ناقص الايه؟ الستاندرد ريت. حلو قوي. تعال بينا كده نشوف عندنا ايه. الاكتوال كوانتيتي اوف الوكيشن بيز بالنسبه لنا هو قال لك ان انا اشتغلت كام ساعه؟ اشتغل 94,000 ليبر اور. حلو. يبقى اذا الاكتوال كوانتيتي كام؟ كام؟ 94,000. 94,000 ليبر اور. حلو قوي. طيب هات لي بالمره كده الايه؟ الستاندرد ريت والاكتوال ريت. فالستاندرد ريت بالنسبه للفاريبل اوفر هيد راح فين؟ اهو $8 بير اور. كويس قوي، $8. هات لي بقى الايه؟ الاكتوال ريت بالمره،
بسيطة قوي. مش حضرتك صرفت 740,000 لما اشتغلت 94,000 ساعة؟ ما هو ده كده يبقى الاكتشوال ريت. فانا هروح قايل على طول الراجل ده صرف 740,000 لما اشتغل 94,000 ساعة بس، وادي كده الاكتشوال ريت. تعالى بينا كده بقى نحسب. هجيب الفرق ما بين الاكتشوال ريت ناقص الستاندرد ريت اهو، واخد الفرق ده اضربه فين؟ في الاكتشوال اورز او الاكتشوال كوانتيتي اوف اليوكيشن بيز، يطلع لي كام؟ 12,000. فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده شايف الاكتشوال ريت، الاكتشوال ريت اقل من الستاندرد ريت، يبقى حضرتك فيفربل اهو، يبقى الاجابه 12,000 فيفربل. فين؟ اهي 12,000 فيفربل، اجابه رقم بي. السؤال اللي بعده برضه نفس الجيفنز اهي ونفس الفاكت باترن، طلباتك الدايركت ليبر برايس فارينس فور نوفمبر. حلو قوي، الدايركت ليبر برايس فارينس فور نوفمبر، المعادله بتاعت الدايركت ليبر برايس فارينس عباره عن عباره عن الاكتشوال اور اللي تم اشتغلها فعلا او اشتغلناها فعليا، مضروبه في الفرق ما بين الاكتشوال ريت ناقص اللي هي يا شباب الستاندرد ريت. حلو قوي، الاكتشوال اور كام؟ ما انا قايل لك ان انت اكتشوال اور اشتغلت 94,000 ساعه، صح كده؟ طيب الستاندرد ريت كام؟ قال لي هو هنا الستاندرد ريت ستاندرد دايركت ليبر ريت 9 دولار بير اور، اهو ستاندرد ريت كام؟ 9 دولار. طيب هات لي بقى كده الاكتشوال ريت، تعال نشوف الاكتشوال ريت. انت النهارده بيقول لك اشتغلت 94,000 ساعه صرفت عليهم 940,000، يبقى 940 على 94 يجيب لك الاكتشوال ريت، بس كده يبقى 940,000 على 94,000 يطلع 10، خلصنا. تعالى بقى كده نقول actual rate ناقص standard rate يطلع 1، تضرب الواحد ده في الاكتشوال اور يطلع 94,000، يبقى النتيجه 94,000 الفاريانس بتاع الليبر برايس. حلو قوي، الراجل ده فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده شايف الاكتوال اعلى من الستاندرد، يبقى انت وحش، يبقى انت ان فيفربل، يبقى الاجابه 94,000 ان فيفربل. فين 94,000 ان فيفربل دي؟ اهي 94,000 ان فيفربل. نروح للسؤال اللي بعده، نفس الجيفنز بتاعتنا اهي برضو نفس الفاكت باترن، عايز بقى المره دي؟ عايز الفاريبل اوفر هيد افشنسي فاريانس فور نوفمبر. طبعا الافشنسي فاريانس هو عباره عن هو فرق ما بين ساعات وساعات. طيب تعالى بينا كده نشوف الافشنسي ده بيتحسب ازاي. بص المعادله بتاعت الافشنسي فاريانس زي ما انت عارف هي الستاندرد اوفر هيد ريت مضروب في الفرق ما بين الاكتوال كوانتيتي اوف الوكيشن بيز ناقص الستاندرد كوانتيتي برضو اوف الوكيشن بيز. حلو قوي، تعالى بينا نشوف. اول حاجه كده الاكتوال ريت كام والستاندرد كام؟ يلا بينا. لو انا جيت قلت لك دلوقتي هات لي كده الاكتوال كوانتيتي، فانا عارف كويس قوي ان الاكتوال كوانتيتي المفروض تكون كام؟ تكون 94,000. حلو جدا. طيب هات لي بالمره كده الستاندرد كوانتيتي. حضرتك انتجت كام يونت؟ انتجت 22,000 بامبو وير بروديوسد، انتجت 22,000 يونت. حلو قوي، ال 22,000 يونت دول المفروض كانت اليونت الواحده تاخد كام ساعه؟ تاخد 4 ساعات، لان هو قايل لك اهو الستاندرد ليبر اور بير يونت 4 ساعات في في الموضوع بتاع الفاريبل اوفر هيد. يبقى انا المفروض كده كنت هقول لك حضرتك انتجت 22,000 كان ات شود بي المفروض تبقى في 4 ساعات، يطلع كام؟ 88,000. حلو قوي، بس شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب يبقى انا دلوقتي بقى المفروض هبدا اعمل اجيب الفرق ما بين الاكتوال كوانتيتي ناقص الستاندرد كوانتيتي يطلع كام؟ 6,000. هات لي بقى بالمره كده الاكتوال ريت. الاكتوال ريت بتاع الفاريبل اوفر هيد المفروض دلوقتي ان الاكتوال ريت احنا كنا لسه حاسبينه كان 8، صح كده؟ عباره عن ان حضرتك دلوقتي صرفت 740,000 لما اشتغلت كام؟ 94,000 اور. فانا هروح دلوقتي على طول اجيب الاكتوال اوفر هيد ريت. الاكتوال اوفر هيد اهو الستاندرد ريت كنت انا جايبه من شويه كان 8 اهو، مش كده؟ انا اسف، مش الاكتوال ريت، انا عايز الستاندرد ريت، ده في غلطه هنا مش طول يا جماعه. الستاندرد ريت، الستاندرد ريت اللي هي الايه؟ ال 8 دي. طيب يلا بينا كده نشوف بقى معانا اهو الستاندرد ريت كام؟ 8. نبدا بقى نضرب ال 6,000 في الايه؟ في ال 8، يطلع على طول كام؟ 48,000. يا ترى بقى ال 48,000 دي فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده شايف الاكتوال كوانتيتي اعلى من الستاندرد كوانتيتي، يبقى حضرتك وحش، يبقى ان فيفربل، يبقى الاجابه 48,000 ان فيفربل. فين دي؟ اهي اجابه رقم 48,000 ان فيفربل، واضحه؟ نروح نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 9 بيتكلم عن
برضو نفس الجيفنز اهي ونفس الفاكت باترن كويس قوي. عايز ايه المره دي؟ عايز الدايركت ليبر افشنسي فاريانس. طيب تعالى بينا اكتب المعادله بتاعت الليبر افشنسي فاريانس. هي عباره عن الايه الستاندرد ريت في الفرق ما بين الايه الاكتوال اور ناقص الايه الستاندرد اور. بس كده شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب احنا كنا لسه جايبين الاكتوال اور والستاندرد اور من شويه. الاكتوال اور اللي هو اشتغلها كانت كام؟ كانت 94,000 صح كده؟ ماشي. والستاندرد اور اللي المفروض يشتغلها هو انتج 22,000 يونت. كان المفروض اليونت تبقى بستاندرد 4 ساعات، يبقى كام؟ 88,000. كويس قوي. طيب الستاندرد ليبر بتاع الريت فين؟ هات الاول استنى ما نجيب كده الفرق ما بين الساعات. هتلاقي اهو 94,000 ناقص 8,000 تطلع كام؟ 6. هات لي بقى الستاندرد ريت اهو الستاندرد ريت. تعالى كده ندور على الستاندرد ريت ونشوفه فين. هتلاقي الراجل بيقول لك ستاندرد دايركت ليبر ريت 9 دولار بير اور. يبقى الستاندرد ريت كام؟ 9 دولار. اضرب بقى ال 6000 في 9 تطلع 54,000. بس كده. يا ترى فيفربول ولا ان فيفربول؟ بص كده الاكشوال اور اعلى من الستاندرد اور، يبقى انت ايه؟ ان فيفربول. يبقى الاجابه 54,000 unfavorable. فين 54,000؟ اهي 54,000 unfavorable الاجابه رقم دي. نروح للسؤال اللي بعده. ايه ده كل دي جيفنز وفاكت باترن؟ حلو قوي. تعالى نقراها مره واحده وبعد كده هنبدا نشوف المطلوب على طول ونشتغل على طول. تعالى نقراها كلها كده مره واحده، هتلاقي الموضوع بسيط قوي. بيقول لك فان تايم انك ده اسم الشركه، مانيفاكتشرر بتصنع فيديو جيم ماشين، بتصنع المكنه او الماشين بتاعت الفيديو جيم. ماركت ساتوريشن تشبع السوق عند تكنولوجيكال انوفيشن والتطور التكنولوجي والابتكارات التكنولوجيه هاف كوست برايسنج بريشرز، بيعمل علينا ايه بريشر في البرايسنج او التسعير. which have resulted in a decline profit، وادى الى انخفاض الربح بتاعنا. ماشي. To stem the sliding profit، وعلشان نوقف الانزلاق في البروفيت او التمادي في ان احنا نخسر في البروفيت كده. until new product can be introduced، لحد ما نعمل منتجات جديده، عايزين نوقف المشكله اللي حاصله في تضاؤل البروفيت او في انخفاض البروفيت. قال لك an incentive program، عملنا لهم برنامج حوافز. has been developed to reward، علشان نكافئ البرودكشن مانجرز ومديرين الانتاج who contribute to increase in number of units produced and effective cost reduction. يبقى اذا احنا عملنا نظام حوافز لمديرين الانتاج البرودكشن مانجر اللي هيساهموا في الانكريز ان نمبر اوف يونتس بروديوسد، في زياده عدد اليونت المنتجه، وهيعمل كوست ريدكشن او تخفيض في التكاليف. فلو هو انت عملت كده انا هدي لك مكافاه. The managers have responded to the pressure of improving manufacturing in several ways. المديرين دول بيستجيبوا للبريشر او الضغط اللي اتعمل عليهم ده عشان يحسنوا المانيفاكتشرنج in several ways بطرق متعدده. The video game machine، المكنه بتاعت الفيديو جيم، are put together، بتتجمع مع بعضها في قسم اسمه قسم الاسمبلي جروب. يبقى عندك قسم التجميع اسمه الاسمبلي جروب اللي بيجمع الماشين. which require، بيطلب بارتس او اجزاء معينه from both، كل من بنتد سيركت بورد اللي هي المذر بورد او البورد اللي بتبقى موجوده فيه، هنرمز لها برمز بي سي اس. وبيحتاج كمان ريدنج هيدز اللي هي الهيد اللي بتقرا السي دي هاي بقى اللي في الفيديو جيم، وهنرمز لها برمز ار اتش جروب. يبقى عندك كمان قسمين غير قسم الاسمبلي، قسم بينتج البي سي بي وقسم بينتج الار اتش جروب. المهم تو اتين انكريز ذا برودكشن ليفل، وعلشان يحصل على البرودكشن ليفل العالي اللي هو عايز يعمله، ذا بي سي بي اند ار اتش جروب كومنسد، هتبدا ان هي تعمل ريجكتنج، ترفض البارت ذات بريفيسلي وود هاف بين تيستد اند موديفايد تو ميت مانيفاكتشرنج ستاندرد. بص بقى، هما كان لما بيجي له بارت معين كان بيختبره، فلما كان البارت دوت بيرفضه كان ايه اللي بيحصل؟ كانوا بيعملوا له موديفايد ويعدلوه. فهم خلاص هيبطلوا يعملوا الموضوع ده عشان هو عايز يعمل ايه؟ يزود الانتاجية. فخلاص انا مش هضيع وقتي في ان انا اقعد اعمل تعديل للاجزاء القديمة دي. الجزء خلاص اللي انا هلاقيه مش مطابق هريجكت هرفضه على طول. ماشي. Preventive maintenance، الصيانة الوقائية on machine on machines used in production، اللي بتستخدم في المكن، يعني بيعملوا preventive maintenance او صيانة وقائية للمكن المستخدم في العملية الانتاجية. of this part has been postponed، اتأجلت.
with only emergency repair work، للإصلاحات في الطوارئ فقط. يعني هم الأول كانوا بيعملوا صيانة وقائية من غير أي عطل، قال لك لا، إلغي الصيانة الوقائية، مش فاضيين، مش عايزين نعطل المكن، عايزين نعمل إنتاجية عالية، وبالتالي مش هعمل صيانة إلا لما يحصل emergency أو طوارئ بس. emergency work emergency repair work being performed to keep production line moving، عشان يسمح إن خط الإنتاج يفضل شغال على طول. The more aggressive assembly group production supervisor. قسم الاسمبلي جروب البرودكشن سوبرفايزر، مشرف الانتاج، راجل اجريسيف، راجل شديد وناشف كده. Have pressured maintenance personnel، ضغط على موظفين قسم الصيانة. To attend to their machine، عشان يحضروا الى الماكينات بتاعته. At the expense of، على حساب الاذر جروب. يبقى اذا الراجل بتاع قسم الاسامبلي راح ضغط على عمال الصيانه علشان يجيبهم يشتغلوا على المكن بتاعه يعملوا له صيانه على حساب الاقسام الثانيه اللي هو قسم البي سي بي والار اتش. This has resulted، وده نتج عنه ماشين داون تايم، اعطال في المكن في قسم البي سي بي وقسم الار اتش جروب. That when coupled، لما الاتنين دول مع بعض يبقوا كابل ويعطلوا، coupled with demand for accelerated part delivered by assembly group. انت النهاردة خليت قسم الاسامبلي جروب يبقى شديد قوي والمكان بتاعه شغال، طب ما هو هيطلب بارت عشان يجمعها من قسم البي سي بي والار اتش، هيلاقيهم عطلانين. Has led to more frequent part rejection، وده أدى لأن هو قاعد يريجكت أو يرفض أجزاء كتيرة جاية منهم. And increase friction among department، ويزود الاحتكاك والنزاع ما بين الإدارات. ليه؟ أنت خدت الراجل بتاع الصيانة يعمل لك شغلك بتاع الأسمبلي، وبعد ما خلصت لقيت الاتنين التانيين عطلانين، فهتبدأوا تحتكوا مع بعض دلوقتي. لأن قسم الأسمبلي المانجر بتاعه عايز يطلع أكبر إنتاجية، ومش هيقدر يطلع إنتاجية والقسمين التانيين عطلانين. تعال نشوف إيه اللي هيحصل بقى. شركة فان تايم اوبريت اندر ستاندرد كوست سيستم، الشركة شغالة بستاندرد كوست سيستم. ذا ستاندرد كوست فور فيديو جيم ماشين اراس فولو. بص بقى، الستاندرد اللي قدامك ده لوحدة فيديو جيم ماشين، هتاخد دايركت ماتيريال ايه بقى؟ هاوزنج يونت، هاوزنج يونت اللي هي اليونت الجسم بتاع المكنة او البيت بتاع المكنة اللي هتتجمع فيه، فمحتاج واحدة ب $20، يبقى التوتال $20. وبعد كده محتاج البنتد سيركت اللي احنا مسمينها بي سي بي، محتاجين اتنين لكل ماكينة في 15 ب 30، ومحتاجين الريدنج هيد اللي احنا مسمينها ار اتش، محتاجين 4 لكل مكنة في $10 ب 40. كويس. دايركت ليبر اورز، الساعات بقى. قسم الاسمبلي اليونت بتاخد ايه؟ ساعتين، بتكلفنا $8 الساعة، يبقى 16. قسم البي سي بي جروب بياخد اليونت في ايده ساعة، في $9 ب 9. قسم الار اتش جروب بتاخد في ايده ساعة ونص، في 10، يبقى 15. دي كده الستاندرد كوست. طيب تعال بينا نكمل. لا لسه عندنا اهو الفاريبل اوفر هيد كمان. الفاريبل اوفر هيد اورز كام؟ 4.5. 4.5 في 2 تديك 9. ايه ال 4.5 دي؟ دي الليبر اور. بص كده، 2 1 3 1.5 4.5. يبقى اذا كل ما يونت بتاخد 4.5 ليبر اور في كل الاقسام، انا هدي لها $2 لكل 4.5 ليبر اور. حلو قوي. او $2 للساعه، انا اسف. يبقى اذا 4.5 في $2 يبقى $9 فاريبل اوفر هيد. ماشي، تعالى كده نرجع تاني فوق 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 كده ونشوف. فان تايم بريبير مانثلي بيرفورمانس ريبورت، الشركة دي بتعمل مانثلي بيرفورمانس ريبورت بيزد اون ستاندرد كوست. ايه اللي بيحصل فيها بقى؟ برزنتد بلو از ذا كونتريبيوشن ريبورت، ده الريبورت بتاع كل قسم عمل كونتريبيوشن او ساهم بقد ايه لشهر ماي، وين برودكشن اند سيلز بوث ريتشد 2200، لما انتجنا وبعنا 2200 يونت. فالريبورت ده على انتاج وبيع 2200 يونت. تعال نشوف كده، ادي عدد اليونت، كان بادجت 2000، عملنا 2200، which is حاجه رائعه، عامله $200 favorable. ماشي، الريفنيو كانت تبقى 400 بقت 440، فعاملين favorable 40. يلا نشوف الفاريبل كوست. الفاريبل كوست بقى عندك دايركت ماتيريال، الفرق ما بينهم طلع طبعا unfavorable، دايركت ليبر هو كمان طلع unfavorable، الفاريبل اوفر هيد كمان. بص، طالما الليبر unfavorable يبقى هتلاقي كمان الاوفر هيد ايه؟ unfavorable. حلو قوي. ادي التوتال فاريبل كوست، وراح مطلع الكونتريبيوشن مارجن. طبعا انتوا عارفين الكونتريبيوشن مارجن هو السيلز ناقص كل الفاريبل كوست، فهو قال 40000 ناقص 54000 مطلع له 14660 unfavorable. يعني احنا واجعين دماغنا في القصه دي كلها عشان نرفع الربحيه، وانت جاي تطلع لي ان الكونتريبيوشن مارجن وحش. تعال نشوف.
شركة فرنيتشرز توب مانجمنت الإدارة العليا بتاعتهم was surprised اتفاجئت by the unfavorable contribution اللي هو ال 14,000 ده unfavorable to overall corporate profit despite على عكس ان كان في increase في السيلز. يعني السيلز كان المفروض تبقى 2000 بقى 2200. طب ليه كده؟ في ايه؟ فبيقول لك despite ان كان في increase في السيلز في مايو. المهم جاك راث، مين جاك راث ده؟ قال لك ده الكوست اكاونتنت، محاسب التكاليف، was assigned to identify the reason اللي تعين وطلب منه ان هو يحدد الريزون او السبب for the unfavorable contribution result عشان يعرف سبب الـ unfavorable contribution ده as well as بالإضافة لإيه the individuals or groups responsible. يبقى أنا عايز أعرف السبب وإيه ومين الـ responsible أو مين المسؤول. After review بعد ما عمل مراجعته وشغله Rath prepared the usage report presented below. وريني بقى ايه اللي حصل، ده الاكتشوال بقى اللي حصل. بص بقى دايركت ماتيريال، احنا عندنا كام؟ ادي قسم الهاوزنج 2200 ب 4000 ماشي، البنت السيركت 4700 كلفني 75، الريدنج هيد 9200 كلفني 101، الدايركت ليبر قسم الاسمبل اشتغل 3900 ساعه ب 31200، قسم البنت الثيركت اشتغل 2400 ساعة ب 23760، قسم الريدنج هيد 3500 ساعة ب 38500، واخر حاجة عندك الفاريبل اوفر هيد خدت 9900 ساعة في عملوا له 18800. كويس قوي، ده كده توتال الفاريبل كوست. تعال بقى نشوف، طبعا توتال فاريبل كوست هنا 33,332,000، هنا كان المفروض يبقى ده، بس هنا مدي لك باليونت بقى. تعال بينا نشوف. راث اللي هو محاسب التكاليف ده reported that ان قسم البي سي بي وقسم الار اتش جروب supported the increased production level but experienced abnormal machine downtime. قسمين البي سي بي والار اتش زودوا الانتاجية، عملوا increase في البرودكشن ليفل، ولكن كان عندهم abnormal machine downtime، عطل جامد في المكان، وطبعا ده سببه ان الراجل بتاع الاسمبلي خد عمال الصيانة عنده. الداون تايم ده causing idling عطل في الوركر، ان العمال قاعدة عطلانة، that requires the use of overtime to keep up with accelerated demand for part، وده ادى الى ان يكون ان احنا required ان احنا نسهر overtime بعد المكان ما تصلح طبعا عشان نقابل الديماند على البارت او الاجزاء اللي بننتجها. The idle time الوقت العاضل ده was charged to direct labor، اتحمل على الدايركت labor طبعا، يعني انت العمال قاعده عطلانه وبيقبضوا وبيتحمل على الدايركت ليبر وده متحمل على الليبر كده. الراجل راث محاسب التكاليف ده also reported that the production managers ومديرين الانتاج of these two groups اللي هم البي سي بي والار اتش restored to part rejection، رجعوا تاني ايه يعملوا للبارت اللي كان معمول لها rejection او اللي كانت مرفوضه، as opposite على عكس ان هو يعمل testing and modification procedures formally applied، الحاجات الرسميه اللي هي كانت بتتعمل ما بقوش يعملوها وبقوا يعملوا part rejection. المهم Rath determines that the assembly group قسم التجميع بقى اللي هو فيه الراجل الرخم اللي خد الصيانه عنده meet management objective، حقق اهداف الاداره by increasing production ان هو زود الانتاج while using lower than standard hour باستخدام standard hour اقل. انت هنا هتشوف الحته دي لما ترجع لقسم الاسمبلي تشوف اشتغل كام ساعه وتشوف هو كان المفروض يشتغل كام ساعه. المهم احنا كده قرينا السؤال في دماغنا، هنبدا بقى نشوف طلباتك ايه. اول حاجه توتال دايركت ماتيريال برايس فاريانس. طيب الدايركت ماتيريال برايس فاريانس هو قالك انا عايز التوتال، وانت عندك كام نوع ماتيريال؟ تعال نشوف اهي، هاوزنج يونت وبي سي بي وار اتش، عايز الفاريانس بتاعهم كلهم. معادله البرايس فاريانس بتاعت الماتيريال ايه يا شباب؟ لو انتوا تفتكروا معادله البرايس فاريانس كانت عباره عن اكتوال كوانتيتي، صح كده؟ في الفرق ما بين ايه؟ الاكتوال ريت ناقص الايه؟ الستاندرد ريت، صح؟ حلو قوي. طيب الماتيريال دي بقى حضرتك عندك الاكتوال كوانتيتي يوزد منها، ايوه اهو ادي الريبورت بيقول لك هنا ان دي استخدمت منها كام يونت ودي كام يونت ودي كام يونت، فادي الاكتوال كوانتيتي بالنسبه لي. حلو قوي. طيب عندك الستاندرد ريت، طبعا هنا اهو 20 دولار باليونت، 15 دولار باليونت، 10 دولار باليونت. عندك الاكتوال ريت، هقسم ده على ده يديني الاكتوال ريت، الكوست على المستخدم فعلي. طيب هات لنا كده الاكتوال ريت بسرعه. عندك قسم الايه؟ الهاوزنج او اليونت بتاعت الهاوزنج، وعندك الاي البي سي بي، صح؟ البي سي بي، وعندك الاي الار اتش اللي هي الريتنج. انا هحسب دلوقتي الاي الستاندر او الاسف الاي الاكتوال ريت بتاعهم كلهم، هنحسب الاكتوال ريت. تعال نشوف
اول حاجه ادي قسم الهاوزنج اهو كان 44000 على 2200 يونت، فهتبدا تقول 44000 على 2200 يونت يطلع 20 دولار، كويس قوي. طيب وقسم الايه البي سي بي 475200 على 4700، فهتيجي تقول 75200 على 4700 تطلع 16. قسم الار اتش هقول 101200 على ايه على 9200 يطلع كام 11. حلو قوي، ده كده الاكتشوال ريت. هات لي كده بقى ايه الستاندرد ريت بالمره، ادي الستاندرد ريت، حط الستاندرد ريت بتاع كل واحده فيهم، وبالمره ايه حط لي كده الاكتشوال كوانتيتي المستخدمه من كل واحد. هنا اكتشوال كوانتيتي هنا كام 2200 صح، وهنا كام 4700، وهنا 9200. هات لي كده الستاندرد ريت، فين الستاندرد ريت اهو 20 15 10، 20 صح كده 15 10، كلام جميل. هات كده بقى الايه الفرق ما بين الاكتشوال ريت والستاندرد ريت، ادي الاكتشوال ريت ناقص الايه الستاندرد ريت، هتبدا تقول بقى 20 ناقص 20، بص مديالك ايه صفر اهو صح كده كويس، وهنا فرق واحد وهنا فرق ايه واحد. اضرب بقى الاكتشوال كوانتيتي في الفرق ما بين الستاندرد ريت والاكتشوال ريت، هنا صفر وهنا 4700 وهنا كام 9200، اجمعهم مع بعض بس انا كده جبت التوتال ماتيريال فاريانس كام 13900. يا ترى بقى فيفربل ولا ان فيفربل؟ بص كده هنا الاكتشوال ريت، هنا الاكتشوال ريت هنا اهو اعلى من الستاندرد ريت، وهنا برضو الاكتشوال ريت اعلى من الايه من الستاندرد ريت صح كده. طيب يبقى اذا ده كان ان فيفربل، المفروض بقى ان انت تحط دي جنب دي كده ان فيفربل، ودي كمان تحط جنبها ان فيفربل، وطالما الاثنين ان فيفربل يبقى هجمعهم مع بعض ويبقى كلهم ان فيفربل، يبقى النتيجه 13900 ان فيفربل. فين 13900 دي بقى؟ اهي ثانيه واحده، احنا قلنا ايه فيفربل ولا ان فيفربل؟ ان فيفربل. تبقى اهي 13900 ان فيفربل، اجابه رقم دي سهله قوي، بس هم كانوا ثلاث ماتيريال فعشان كده انت حسيت ان هم طويله شويه. طيب تعال نروح للسؤال اللي بعده، نفس الجيفنز برضو اهي نفس الفاكت باترن، عايز ايه؟ عايز التوتال دايركت ماتيريال كوانتيتي فاريانس. طيب هي الكوانتيتي فاريانس ايه يا شباب؟ الكوانتيتي فاريانس دلوقتي عباره عن ايه؟ عباره عن ها ستاندرد ريت مضروب في الاكتوال كوانتيتي ناقص الايه الستاندرد كوانتيتي. حلوه، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ طيب الستاندرد ريت بتاع كل صنف من الثلاث اصناف، ما احنا عندنا كام صنف؟ عندنا الاي الهاوزنج والبي سي بي والار اتش صح كده، هاتهم كده معاك اهم وتعالى نشوفهم هنا. طيب دلوقتي الستاندرد ريت بتاع كل واحده فيهم انا شايفه اهو هنا ب 20 ب 15 ب 10. طيب الاكتشوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي، الاكتشوال كوانتيتي واضحه جدا قدامك هنا، هنا فين الاكتشوال كوانتيتي؟ اهي 2200 4700 9200. باقي دلوقتي ان احنا نجيب الايه الستاندرد كوانتيتي الاود فور اكتشوال اوتبوت. هو الاكتشوال اوتبوت كان كام يا شباب؟ الاكتشوال اوتبوت كان 2200 صح كده؟ يبقى المفروض دلوقتي من حضرتك ان انت تبدا تشوف 2200 في واحد، يبقى عندك من دي ستاندرد 2200، 2200 في 2 يبقى دي الستاندرد كوانتيتي، 2200 في 4 يبقى دي الستاندرد كوانتيتي. يبقى انا هبدا دلوقتي احسب لكل واحده فيهم الايه الستاندرد كوانتيتي بتاعتها. الستاندرد كوانتيتي ستاندرد كوانتيتي 2200 صح، انتجتهم فعليا الواحده بتاخد من هنا واحد، يبقى ستاندرد كوانتيتي 2200، وهنا كمان انتجت 2200 في المفروض ستاندرد منين البي سي بي تاخد 2 في 2. طيب الار اتش ادي 2200 اللي انا انتجتها فعلي، في المفروض تاخد ستاندرد 4 دولار 4 يونت، انا اسف، يبقى اذا كله كام؟ طلع هنا 8800. كويس انا كده جبت الايه الستاندرد كوانتيتي. هات لي بقى كده بالمره الايه الاكتشوال كوانتيتي. طيب الاكتشوال كوانتيتي قدامك اهي، بص كده actual quantity 2200 صح، وهنا 4700 وهنا 9200، ده كلام جميل جدا حلو قوي. تعال بينا كده بقى ايه نجيب الفرق ما بين quantity صح ناقص quantity صح اهو، كويس قوي ده الفرق ما بينهم.
هات لي بقى كده بالمره الايه الستاندرد ريت عشان اضرب فيه الستاندرد ريت اهو، هو الستاندرد ريت اهو، تعالى بينا نشوفه 20 15 10 مظبوط كده. ايوه 20 15 10 اضرب بقى كده وقول لي هتقول هنا ايه 20 0 في 20 تطلع 0 وتشد المعادلات بتاعتك بعد كده اهو. بص بقى يا سيدي هنا الاكتوال كوانتيتي 4700 اعلى من ال 4400 يبقى دي unfavorable، وهنا الاكتوال كوانتيتي 9200 اعلى من ال 8800 يبقى دي كمان ايه unfavorable. اجمعهم على بعض يطلع كله كام 8500 ايه يا شباب unfavorable. ليه unfavorable؟ عشان دي unfavorable ودي كمان ايه unfavorable، يبقى مجموعهم 8500 unfavorable، وعشان هم زي بعض unfavorable بجمعهم يبقى النتيجة 8500 unfavorable. فين كده 8500 unfavorable؟ هنا اهي اجابة رقم ايه 8500 unfavorable. طيب نروح نشوف السؤال اللي بعده، سؤال رقم 12، نفس الجيفن برضو نفس الفاكت باترن اهي زي ما هي. عايز ايه بقى؟ عايز يعرف الـ variable overhead efficiency variance. تعال بينا كده ايه نشوف الـ variable overhead efficiency variance اخباره ايه. اول حاجه كده انت عارف المعادله بتاعت الفاريبل اوفر هيد افشنسي فاريانس هي عباره عن الايه الستاندرد ريت في الاكتوال كوانتيتي ناقص الايه الستاندرد كوانتيتي. اهو افكرك بالمعادله بتاعته، ستاندرد اوفر هيد ريت مضروب في الاكتوال كوانتيتي صح كده ناقص الايه الستاندرد كوانتيتي. كوانتيتي اوف ايه اوف الوكيشن بيز، ده كده الايه الافشنسي او الفاريبل اوفر هيد افشنسي فاريانس. طيب الستاندرد ريت هنا كام؟ تعالى كده نشوف الستاندرد ريت المفروض ان هو عندك اهو variable overhead اللي standard rate per hour 2 دولار. حلو جدا، يبقى انا كده جبت الايه اللي standard rate 2 دولار. هات لي بقى الاكتوال اور والستاندرد اور اللي هم الاكتوال كوانتيتي والستاندرد كوانتيتي. اكتوال كوانتيتي اهي وادي الستاندرد كوانتيتي اهي. تعالى بينا نشوف الراجل ده هنا بقى بيقول لك اكتوال كوانتيتي اشتغل كام ساعه؟ 9900 ساعة. حلو قوي، يبقى الاكتوال كوانتيتي 9900. الستاندرد كوانتيتي حضرتك انتجت كام يونت؟ المفروض ان انت انتجت 2200 يونت في الستاندرد بير يونت كام؟ الستاندرد بير يونت اللي هي ال 4.5 دي صح كده، يبقى هقول 2200 في كام؟ في 4.5. ايه ده تطلع 9900؟ اه ده معناه ان الستاندرد اورز زي الاكتوال اور بالظبط، وكده الفاريانس هيطلع زيرو اهو في 2 هيطلع زيرو. اه هيطلع ايه زيرو. فين زيرو دي؟ اهي اجابه رقم ايه زيرو. ليه طلعت زيرو يا جماعه الفاريانس في الافشنسي؟ عشان نفس الليبر اور الستاندرد هي نفس الليبر اور الايه الاكتوال. اتفقنا كده؟ نروح نشوف السؤال اللي بعده. عايز ايه؟ نفس الجيفنز برضو اهي ونفس الفاكت باترن طلباتك يا عم. عايز الفاريبل اوفر هيد سبيندنج فاريانس. طيب تعالى بينا نجيب الفاريبل اوفر هيد سبيندنج فاريانس. معادله الاوفر هيد سبيندنج فاريانس زي ما انتم عارفين اكتوال كوانتيتي اوف الوكيشن بيز اللي هي الاكتوال اور هنا في الاكتوال ريت ناقص الايه الستاندرد ريت. بس كده يلا اكتوال كوانتيتي فين؟ اهي الاكتوال كوانتيتي الناس دي اشتغلت كام ساعه؟ 9900 ساعه. 9900 ساعه. يلا الاكتوال ريت والستاندرد ريت، الستاندرد ريت كام؟ معروف اهو الستاندرد ريت الراجل قايل لك 2 دولار بير اور، يبقى 2 دولار ماشي. هات لي بقى كده الايه الاكتوال ريت. الاكتوال ريت ببساطه شديده جدا وريني حضرتك كده الفاريبل اوفر هيد اكتوال طالع كام؟ 18800 لما اشتغلت 9900 ساعه، يبقى الاكتوال ريت بالنسبه لي 18800 على 9900 ايه ساعه. بس كده بس. تعالى كده بقى ايه نطلع الافشنسي. هقول افتح قوس اهو 2 ناقص 1.9 اقفل القوس اضرب في الاكتوال كوانتيتي يطلع لك 1000. ال 1000 دي فيفربول ولا انفيفربول؟ بص كده الاكتوال ريت اقل من الستاندرد ريت، يبقى ال 1000 دي ايه فيفربول اهي. فين 1000 فيفربول دي؟ لما نشوف هي فين الاجابه دي اهي اجابه رقم بي 1000 فيفربول. موضوع بسيط جدا. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 14 بيقول ايه؟
The following pair of variants, في زوج من الفاريانس pair of variants found in flexible budget report موجودين في الرابط الخاص بالflexible budget which bears كل أي زوج منهم بقى is most likely to be related أنهي زوج من الاثنين دول مرتبطين ببعض يعني لما واحد يحصل أوتوماتيك تلاقي التاني حصل معاه تعال نشوف material price variance of variable overhead efficiency مالهاش علاقة لأن الoverhead efficiency مش بالضرورة أنه يتوزع على الماتيريال فدول لا مالهمش علاقة ببعض طيب السؤال اللي بعده أو الاختيار اللي بعده بيقول إيه labor rate and variable overhead efficiency variance اجر الليبر والاوفر هيد افشنسي عارف لو كنت قلت لي الليبر افشنسي مع الاوفر هيد افشنسي كنت هقول لك لو انت في مكان بتوزع الاوفر هيد على الليبر كان ممكن يبقوا مع بعض ولكن الليبر ريت ملوش علاقه بالفاريبل اوفر هيد ماتيريال يوسج فاريانس اند ليبر افشنسي فاريانس دول ليهم علاقه ببعض عارف ليه بقى لو الليبر افشنسي وحشه يعني كفاءه العمال وحشه هيهدر في الماتيريال ويعمل يوسج في الماتيريال وحش ولو الماتيريال سيئه بتهدر كتير في الانتاج هتلاقي بتاخد وقت كتير مع العمال فتعمل ليبر افشنسي سيئه فالاثنين دول متماشيين مع بعض تماما وريليتد يبقى اذا الاجابه الصحيحه هنا اجابه رقم سي بص كده اجابه رقم دي بيقول لك ايه ليبر افشنسي فاريانس والفيكسد اوفر هيد فوليوم الفيكسد اوفر هيد فوليوم ليه علاقه بالطاقه الانتاجيه او انت انتجت قد ايه من المفروض تنتجه ملوش علاقه بقى بالليبر افشنسي يبقى اذا اكتر اثنين موست مين خد باله من كلمه موست موست يعني الاكثر اتنين مرتبطين هم دول ده معناه ان ممكن يكون في اتنين من دول يرتبطوا ببعض في بعض الاحيان ولكن الاكثريه هنا او الموست الاجابه رقم سي يبقى اذا الاجابه رقم سي هي الاجابه الصحيحه نروح لسؤال رقم 15 نشوف بيقول ايه في سؤال 15 بيقول a corporation شركه use the following format to present performance result to the production manager الشركه بتستعمل الفورمات دي عشان تعرض نتيجه اداء المدير الانتاج اللي هو البرودكشن مانجر بيعملوا له التقرير ده ايه التقرير هنا بقى بيقول لك ايه months actual months budget والفاريانس ما بينهم سواء price variance او quantity variance وعامل الكلام ده للدايركت ماتيريال وللدايركت ليبر والفاريبل اوفر هيد والفيكسد اوفر هيد والسيلز باليونت كمان This format may be confusing ممكن تبقى مشتتة شوية للراجل البرودكشن مانجر ليه؟ يعني البرودكشن مانجر لما يشوفها يبقى مشتت كده مش فاهم تفتكر ليه؟ Year to date information is not shown مش بالضرورة على فكرة ان انا ادي لك التقرير ده لحد النهاردة انا ممكن اجيب لك تقرير الشهر اللي فات مش هتبقى مشتت ولا حاجة انا عايز اعرف ايه اللي يخليه مش مبسوط من التقرير Fixed overhead volume variance is not shown لا والله الموجود الفيكسد اوفر هيد اهو وجايب لك هنا البرايس فارينس بس مش جايب لك البرودكشن فوليوم طيب هل ده يزعل مدير الانتاج في حاجه لا ليه لان البرودكشن فوليوم فارينس مش مسؤوليته دي مسؤوليه الناس اللي شغاله على السيلز ان هو يعمل اوردرات في الشركه تنتج طيب مور ديتيلد اوف فاريبل اوفر هيد ايتم شود بي انكلودد الراجل جايب لك الفاريبل اوفر هيد ومدي لك التوتال بتاعه انت عايز تجيب الديتيلز بتاعته هو هيشوفها او مش هيشوفها ما اعتقدش هتعمل له كونفيوجن طيب في رقم دي the report include variants beyond the control and the knowledge of the production manager التقرير فيه بعض انواع الفاريانس مالهاش علاقه بالبرودكشن مانجر ولا في الكنترول بتاعه ولا في معلوماته زي مين زي مثلا كده البرايس فاريانس ده ملوش دعوه بالبرودكشن مانجر ده بتاع مين ها بتاع مدير المشتريات طيب زي ايه تاني زي الليبر برايس فاريانس ده مش مسؤوليته ده مسؤوليه الاتش ار مانجر زي السيلز ده مش مسؤوليته ده مسؤوليه الراجل بتاع المبيعات يبقى اذا انا شايف ان الاجابه رقم دي هي ان في بعض انواع من الفاريانس موجوده هنا بياند ذا كنترول والنوليدج ومعلوماته اللي هو راجل برودكشن مانجر يبقى اذا الاجابه رقم دي هي الاجابه الصحيحه سؤال رقم 16 بيقول ايه For a given time period في فترة زمنية معينة a company had a favorable material quantity variance ركز كده material quantity variance favorable يعني بيوفروا في الخامات خامة موفرة ماشي ومش بس كده favorable direct labor efficiency variance هو كمان الافشنسي بتاعت العمال حلوة جدا وfavorable فالعمال بينتجوا أسرع and favorable fixed overhead volume variance وfixed overhead volume variance favorable فده معناه انك بتنتج اكتر من الطاقه الانتاجيه طب ما بطبيعه الحال لان العمال عندها favorable في الافشنسي وكمان الماتيريال فيها favorable في الافشنسي في الكوانتيتي of the following من اللي جاي ده بقى the one factor that could not have caused all three variance الفاكتور اللي من دول اللي مش بيتسبب فيهم تعال نشوف
جبرشيز اوف هاير كواليتي ماتيريال. لا ده سبب لما تشتري ماتيريال الكواليتي بتاعتها عاليه توفر لك في اليوسج وتحسن من اداء العمال. ذا يوز اوف لوور سكيلد وركر. لا لو انت جايب وركر السكيلد بتاعتهم لوور قليله ما كانوش بقوا افشنسي فارينس في الليبر، فدي مش صح. هي دي اللي انا بدور عليها. تعالى كده شوف الباقي. جبرشيز اوف مور افشنت ماشينري، ان انت جايب الات ومعدات مور افشنت. اه طبعا لان انت عامل برودكشن فوليوم فارينس. ان انكريز ان برودكشن سوبرفيجن، في اشراف زياده على الانتاج طبعا بدليل ان العمال مشتغله كويس جدا وعامله افشنسي فارينس. يبقى اذا الحاجه اللي نوت هاف كوزد الفارينس دي هي ذا يوز اوف لوور سكيلد وركر. يبقى الاجابه الصحيحه اجابه رقم بي. نشوف سؤال رقم 17. في سؤال 17 بيقول A company has a cost benefit policy. عندهم بوليسي كده لان الحاجة دي جايبة همها ولا مش جايبة همها، اسمها cost benefit. To investigate any variance. فهو بيقولك مش هنقعد نوجع دماغنا في اي variance ونعمله investigation. لازم الانفستيجيشن ده يكون جايب همه او جاي من وراه منفعة. ذات از ايه بقى؟ يقول لك الفاريانس اللي نعمله انفستيجيشن يكون جريتر ذان اعلى من 1000 او 10% اوف ذا بادجت. اي فاريانس اعلى من 1000 او اعلى من 10% وتشيفر از ايه؟ از لارجر، ايهما اكبر. فلما تحسب فاريانس تشوف ال 10% بتاعته لو اكتر من 1000 تحقق فيه، اما لو هو 1000 او اكتر من ال 1000 وال 10% اقل تحقق فيه برضه. تعال نشوف بيقول ايه. Actual result for the previous month indicates the following. وريني بقى كده الاكتوال ريزلت بتقول ايه. عندك رو ماتيريال بادجت 100 واكتوال 89 ودايركت ليبر 50 وهنا 54. يا ترى بقى ذا كامباني شود انفستيجيت، ولا ده ولا ده، نيزر ماتيريال ولا نور ليبر، يعني ولا ده ولا ده، ولا الماتيريال بس ولا الليبر بس ولا الاثنين مع بعض. تعال بينا نشوف. لو انا جيت دلوقتي قلت لك ادي الايه، ادي الرو ماتيريال فاريانس اهو، وادي تحت الايه الدايركت ليبر فاريانس اهو. طيب الرو ماتيريال فاريانس هيكون عباره عن ايه؟ 100000 صح كده ناقص 89000. حلو. الدايركت ليبر فاريانس هيكون كام؟ 54000 ناقص 50000. بغض النظر هو فيفربل ولا ان فيفربل، انا عايز بس اشوف 54000 ناقص كام، ناقص 50000 يطلع 4000. تعال بينا بقى كده ايه نشوف. طيب ده اكتر من 1000 وده كمان اكتر من 1000 ماشي، بس انا قلت لك بقى شوف لي ال 10% وقول لي مين فيهم اكتر. فانا لو جيت دلوقتي ايه قلت انا عايز احسب ال 10% بتاعته، لان هو قال لك لازم يكون ايه 10% او 1000 وتشيفر از لارجر. تعال نشوف ده نسبته كام، او خلينا نقول البرسنتج عموما. يعني تعال نشوف ده كده 11000 من البادجت، لان هو قال لك لازم يكون من الايه، من البادجت 10% من البادجت. البادجت هنا 100000، فانا قلت 11000 على 100000 طالع ايه 11%. طيب وهنا 4000 على البادجت كام، 50000 طالع ايه 8 من 10. حلو قوي. بص بقى مبدئيا كده ده هنا اقل من 10%. انت النهارده امسك البادجت واحسب فيها الايه ال 10% بتاعتها. لو انا جيت كده قلت لك ال 10% بتاعت البادجت كام؟ ال 10% بتاعت البادجت هنا 100000 في 10% 10000، وال 10% هنا من البادجت كام؟ 50000 في 10% 5000. بص بقى ده ولا هو اكتر من ال 10% ولا هو ايه، تبص لل 1000 بتاعته ليه؟ لان ال 1000 اكتر من ال 5000 اكتر من ال 1000، فهتتجاهل ال 1000 وتركز في معيار ال 10%. تلاقي ده طالع اقل من ال 10% فيبقى مش هعمل انفستيجيشن للليبر. طيب هنا بص بقى ايهما اكبر، ال 10% ولا ال 1000؟ ال 10%. حلو. طيب ال 10% هنا 10000 والفارينس طالع 11000، يبقى هي الماتيريال اللي هعمل لها ايه؟ انفستيجيشن بس. يبقى اذا هختار ايه؟ ذا ماتيريال فاريانس اونلي. ليه اخترت الماتيريال فاريانس اونلي؟ لان الفاريانس هنا اقصى او اكبر من الايه؟ من ال 10%، اما هنا اقل من الايه؟ ال 10%. يبقى هختار الماتيريال فاريانس بس هو اللي تعمل له انفستيجيشن. يبقى الإجابة الصحيحة إجابة رقم بي. نروح للسؤال اللي بعده، سؤال رقم 17. تعالى كده نشوف بيتكلم عن إيه. A corporation report the following standard to actual cost information. أدي الداتا دي هي الـ actual against the standard. وتعالى بينا نشوف. Direct material الـ actual بتاعها كان 19250 وكان فيها 900 فيفرول. الدايركت ليبر كان 17600 وفيها وعامله 800 ان فيفرول. السؤال هنا بقى عايز ايه؟ بيقول لك
وتشوف the following best explain both the corporation variance. ايه من اللي جاي ده يقدر يوضح لك الفاريانس؟ تعالى كده نشوف. خلي بالك الماتيريال هنا عامله ايه؟ فيفرابل، والدايركت ليبر هنا عامله ايه؟ انفيفرابل. انا شخصيا لما هبص كده هبدا اقلق. انا اشتريت ماتيريال بسعر كويس فعامله لي فيفرابل في الريت، والليبر طلع عينهم في الشغل واشتغلوا ساعات اكتر فعامله انفيفرابل، فتقريبا ممكن اكون انا اشتريت ماتيريال الجوده بتاعتها مش كويسه، صح؟ ده تخمين من دماغي. تعال نقرا ونشوف مين السبب. Change in the collective bargaining agreement resulting in higher hourly wage rate. الناس هنا عملوا agreement او عملوا اتفاقية وبدأوا يبرجنوا ويرفعوا السعر، فده ادى لان هم يرفعوا الريت بتاعهم. انا شايف ان هنا رفعت الريت بتاعت الليبر ملهاش علاقة بالماتيريال، وانا عايز اعرف الاتنين دول مع بعض سببهم ايه. learning curve resulted in more efficient production. لا، learning curve لو خلاهم more efficient ما كانوش عملوا لي unfavorable هنا. lower quality و lower cost material. ايه ده؟ material الكوست بتاعتها قليلة فتعمل لك favorable في الماتيريال، والجودة بتاعتها lower قليلة فresulted in higher than expected work، وش خلت العمال يشتغل وقت اطول فيعمل لك هنا inefficiency labor. حلوة دي، منطقية قوي. طيب ان انكسبكتد انكريس في الالكتريستي كوست، الالكتريستي كوست او سعر الكهرباء او تكلفه الكهرباء مالهاش علاقه بالليبر ولا الماتيريال. يبقى انا شايف البيست هنا، واخد بالك من كلمه الايه؟ البيست، الافضل ان هي تشرح الفارينس ده، هو ان انت اشتريت ماتيريال بكوست قليله لور كوست فعملت لك فيفربل ماتيريال، وكانت الجوده بتاعتها قليله فاضطرت العمال ان هم يشتغلوا شغل اكتر فيعمل لك ان فيفربل ليبر فارينس. يبقى اذا الاجابه الصحيحه اجابه رقم سي. بس كده، شفت الموضوع بسيط ازاي؟ كده احنا الحمد لله يعتبر خلاص ايه، خلصنا الجزئيه كده بتاعت الكومبريهنسيف اكزامبل، ومعادنا المره اللي جايه ان شاء الله مع اخر موضوع في اليونت دي وهو السيلز فارينس. كده خلاص اعتقد لو انت فاهم الموضوع اللي هنا ده كله والكومبريهنسيف اكزامبل ده عدى عليك بسهوله وسلاسه، يبقى انت الحمد لله الدايركت ماتيريال فارينس والدايركت ليبر فارينس والفيكسد اوفر هيد والفاريبل اوفر هيد بالنسبه لك مفهومين تماما. اتمنى اكون قدرت اوصل لكم المعلومه كويس، ونتقابل على خير ان شاء الله في المحاضره اللي جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.